يعطيك العافية يا محمود. الله يعافيك عم يونس. شلون؟ إن شاء الله عجبك الشغل؟ لا بأس فيه، حلو. إمتى حتخلص الشغل؟ يعني إن شاء الله على الساعة 5. أصبح بس تخلي سكر الباب منيح الله يرضى عليك، لأنه عندي مشوار ضروري المساء، ما بدي أمره لعندها. هي على راسي. سيك. وهي أجرتها. يسلموا إيديك عم يونس. الله يعوض عليك. بس بدي أسألك سؤال عم يونس، إذا ما فيها مؤاخذة. تفضل. يعني عندك شي شغلة تانية بعد ما خلص هالمحل؟ لا والله يا ابني أنا آسف ما عندي. تصدق بالله يا عمي أبي يونس، صلي شهر ما اشتغلت غير واجهة المحل، الله وكيلك. بيفرجها الله يا ابني، يلا خاطرك. الله معك. يا الله. محمود روح لحق روح. خير شو بدك تركز قدام البيت لحق يدولكم البيت. روح خلي عينك على المحل. الله روح روح لا تكلم. طيب شلون هيك بدكم تهدوا البيت فوق الغراض؟ طولوا بالكم شوي حتى نتفاهم. ما بنقدر نطول بالنا اكثر من هيك، بعثنا لكم انذار من 3 ايام ولهلا ما فضيتوا، شو ممكن نعمل بهالحاله؟ طول بالك يا اخي كم يوم تانيات، شو بصير يعني؟ جوزي رافع دعوى على البلديه واكيد رح يربحها. ما بقدر يا اختي، لذلك بعد وهيك خلينا نشوف شغلنا الله يرضى عليكم. يلا يا ابو يوسف هدوا خلصنا. يا اخي لسه بيقول له هد، شو ما في على بالك غير هالكلمه؟ طول بالك يا اخي، فوتي اختي لجوا. فوتي امي. لك شو فوتوا لجوا؟ ما بتعرف بدنا نهد؟ بيتكم مخالف ومن زمان لازم ينهد. يا اخي بهلنا كم يوم لحتى نتصرف؟ نحن رافعين دعوه بخصوص. ما بقدر يا حبيبي، معي امر بالهدم اليوم يعني اليوم. لا حول ولا قوه الا بالله. اخي فيني احكي معك كلمتين على الانفراد؟ شوف حبيبي، اذا ما بتقلي واسطه ما واسطه انا ما بفهم بشي، انا عم بقوم بواجبي وضميري مرتاح. لا مو مشان هيك اخي، تعال معي شوي. خير شوفي سيك لقلك 500 قليل كتير. الله وكيلك ما معي غيره، لو معي غيره لعطيتك. ماشي الحال، اصبح رح اجل الهد يومين بس، ما بقدر اكثر من هيك، بينخرب بيتي. شو عم بقلك؟ ماشي الحال، كتر خيرك اخي. يلا يوسف حرك. مرحبا. مدوا ايديكم تعشوا معي، ليش ما عم تمدوا ايديكم؟ صحة وهنا ما في نفس. هو الحق معي، يلي صار والله بصد النفس. بس اطمنوا ما بيصير الا الخير ان شاء الله، والجماعة اللي فوق ما رح ينسونا، يعني مو معقول يرموا اسرة كاملة بالشارع. بقى لا تشغلوا فكركم وتنهموا، محلولة. بس اليوم كانوا رح يهدوا البيت لو ما اجى محمود وتصرف. طيب كنت قل لهم انه نحن رافعين دعوة على البلدية؟ قلت لهم ما ردوا. معناته أكيد هدول عم يلعبوا بأعصابكم، بس تاني مرة إذا أجوا خبروني فوراً، لأنه بخاف ما تقدروا تتصرفوا بغيابي. ودخلك شو صار بالدعوة؟ ماشي أم محمود ماشي، وبكرة بإذن الله رح أدخل على مديري مشان يعطيني توصيل القاضي. عم يقولوا لي إنه صاحبه كتير وما بيرفض له طلب. كلي بابا كلي، إلا ما التقى لحل. لجنة المبيعات ولجنة المشتريات تغيروا عندي السنة. لا 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 تغيروا يا، ما عاد فيك تحكي مع الأستاذ عادل. ايه أنا بخبرك بوقته. ماشي. لا بخبرك وببعث لكم كتاب رسمي بالخصوص. يا على عيني. نحكي فيها بنحكي. طيب ايه يعني المبلغ بده دراسة. خلاص تكرم عينك، مع السلامة. خير أبو محمود في شي؟ عفوا سيدي، بدي أذكركم مشان القاضي أستاذ فياض. شبه؟ سبق وقلت لكم أنه قلي دعوة عنده. دعوة شو؟ دعوة رافعها ضد البلدية مشان هدم بيتي سيدي. إيه تذكرت، أنت سبق وحكيت لي هيك. وشو اللي مطلوب مني أنا؟ بدي لو سمحت كتاب توصية من جنابك، لأنه بكلمة صغيرة منه بتنحل قضيتي فورا. أبو محمود أنا بكتب لك رسالة ما بقصير، بس شو بدي لك، مثل ما بتعرف هذا قضاء، وكل شيء بيقدر يتوسط فيه الإنسان إلا القضاء.
هو معك حق استاذ يحيى، بس انا ما عم اطلب منكم تتواسطوا لي عنده، انا صاحب حق، واللي عم اطلبه منه هو انه يسرع بفصل الدعوه، وغير هيك ما بدي، لانه ورشه الهدم رايحه جايه لعندي ومصر على الهدم. امبارح سيدي امبارح بالذات كانوا رح يهدوا البيت فوق راسنا لولا لطف الله. شو هالحكي؟ معقول؟ ايه والله يا سيدي. لا 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 لا, لا, لا. هذا الكلام ما بينسكت عنه ابدا. انا بدي اوجه لك كتاب توصيه للاستاذ فيان، واكيد لما بيشوف اسمي ما رح يقصر معك ابدا. كتر الله خيرك يا سيدي ويخلي لك اولادك يا حق. اخي العزيز جناب القاضي المحترم الاستاذ فيان. أخي العزيز جناب القاضي المحترم الأستاذ فياض، نرجو منكم مساعدة حامل هذه الرسالة لأن أمره يهمنا كثيرا وقضيته عادلة. واسلموا لأخيكم المخلص يحيى معيوني. بقى حطوا إيديكم ورجليكم ومي باردة، وبإذن الله المسألة رح تنحل بهاليومين. إجت ورشة الهدم اليوم؟ ما إجت. اطمني ولا رح تجي. وينه محمود؟ ما بعرف، قال في واحد وعده بشغل ويمكن رح يشوفه. ها إجا محمود. مساء الخير. أهلين بابا، مساء النور. أهلين أمي، شو صار معك؟ لقيت شغل؟ لا والله، قال ما في شغل قبل أسبوعين. تعا بابا تعا، تعا أقرأ هالرسالة. شوفي فضلنا البيت اللي بتريدوا بدنا نهد. لا طولوا بالكم يا جماعه، شو تهدوا؟ شو شغله فوضى؟ ما في شيء اسمه فوضى، انا معي امر رسمي بالهد وعليه خمس اخدام وخمس توقيع كمان. ولك يا عمي فهم علي، عم بحكي عربي، نحن رافعين دعوه على البلديه، يعني البلديه خصمي. بقى شلون بدكم تهدوا لي البيت والقضيه لسه ما انتهيت؟ فوتي جيبي اضبط الدعوه يا محمود، الله يرضى عليك. فوتي اخي لا تلعيلي قلبي، الله يرضى عليك. بدكم تفضوا الاغراض ولا نهد البيت فوق الاغراض؟ لك شو ما بتخاف الله انت؟ تفضل شوف بعينك، هي اضمارة الدعوة، تفضل شوف شو مكتوب هون، الجلسة يوم التنين. حبيبي هذا الكلام ما بينصرف عندي، إذا ما هديت باكل عقوبة مرتبة. طيب وينك؟ مهلني اليوم وبس، وبعد هاليوم نحن بأمرك، منيح هيك؟ شوف، هلا الساعة 9:15، رح أعطيك مهلة للتنتين ونص. وبدك تجيب لي امر بتوقيف الهدم، وانا باخذ عدتي ويا دار ما دخلك شر. بس لا تنسى ان احنا قاعدين هون عم نستناك. ها ماشي الحال، كتر الله خيرك. تعولنا برات شاي تقطع حلقنا. تكرم عينك. صباح الخير. أهلين. بقدر شوف الأستاذ فياض؟ مو هون. بس أنا معي كتاب توصية من رفيقه الأستاذ يحيى ولازم أوصله إياه ضروري. أخي إن شاء الله يكون معك كتاب من الوزير، عم أقول لك الزلمة مو هون. طيب وين راح؟ بيطول ليرجع؟ سافر. لوين سافر؟ سافر على ماليزيا، بده يحضر مؤتمر الرحمة فوق القانون. اللهم منك الصبر وعليك الاتكال، وبعدين؟ شو بدي ساوي يا أخ؟ ساعتي مشان الله بدهم يهدوني بيتي اليوم؟ والله يا حبيبي أنا ما بيطلع بيدي شيء، الشغلة كلها بإيد القاضي، والقاضي طار مبارح. طيب والحل؟ بسيطة ولا يهمك، أنا بلاقي لك حل. شو هو دخيلك؟ بتروح هلأ فوراً دغري على الحارك لعند رئيس البلدية وبتكتب طلب بظلوم. شو بدي أكتب فيه؟ ما عليك، أنا بكتب لك يا. الله يزيك الخير يا سيدي. بس هاي القصة بتكلفك 150 ليرة. ها مو مشكلة، مو مشكلة يا حبيبي، مو مشكلة. شو وين 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 طاحش؟ بدي اشوف رئيس البلدية ضروري كتير، الله يخليك. دقيقة شوي، تذكرتك،
انت امبارح اللي فت لعنده بدون ما تاخذ اذني. الله وكيلك، هي اول مره بجي فيها لهون، بقى خليني ادخل لعنده. الله يخليك، مستعجل كثير. يعني مو انت اللي دخلت؟ لك يا اخي والله مو انا، بقى خليني فوت لعنده اذا بتريد. وشو بدك منه؟ بدي اقدم له هالكتاب. بدهم يهدوا لك بيتك؟ اي والله يا استاذ بدهم يهدوه. وليش بدهم يهدوه؟ اخي القصه طويله. صارت الساعه 12:30. خلصني، خليني اياك، خليني فوت لعنده. يا اخي تكرم عينك، لو كان هون كنت دخلتك لعنده فورا. ليش وينه؟ مسافر. وين مسافر؟ على استراليا، امبارح سافر بالليل، بده يلقي محاضره بمؤتمر تخطيط المدن. طيبوا العمل هلا، ورشه الهدم قاعده قدام بيتي. ولا يهمك يا سيدي، انا تعاطفت معك وراح اخدمك لوجه الله، لا جزاء ولا شكورا. يا سيدي بكون ممنونك طول العمر. بتروح فوراً على مديرية الهدم والترحيل وبتقدم طلب تضرع وتوسل للمدير، إذا اقتنع فمن حقه يوقف لك الهدم فوراً. شكراً حبيبي، شكراً، يكتر خيرك. وين الولد أخي؟ شو وصلوا لهلا ما رجع؟ طول بالك إلا ما يرجع، لسه في وقت. إيه أنا وقتها؟ إصال الساعة واحدة إلا ربع، بالمشرمح هداية خلانا. يا أخي والله معك حق، بس لسه ما صارت 2:30. حاضر، سوينا ركوة قهوة تقطع حلقنا. إيه بأمرك. سادة، ها؟ مرحبا يا اخ. اهلين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي اقابل رئيس الدائره لو سمحت. مو هون اليوم طار. نعم، نقلوه من وظيفته يعني؟ شو نقلوه ما نقلوه؟ معلمي ما بينتقل، مبسمر بمحله. طار يعني سافر بالطياره. لوين؟ على أذربيجان. بده يحضر ندوه علميه بعنوان الهدم بالانفجار دون غبار. طيب مين بنوب محله؟ ما بعرف، على حد علمي ما حدا. طيب شو بدي ساوي بحالي أنا هلا؟ ليش شو مشكلتها؟ بدهم يهدموا لي بيتي وورشة الهدم واقفة على الباب. الله يساعدك، بتصدق زعلتني ومشكلتك عويصة. رحت عند رئيس البلدية شي؟ ايه رحت وما لقيته. بقى شو بدي ساوي؟ ما عاد عندي وقت منوب. الله يخليك. بهالحالة مالك إلا تروح لعند مختار الحارة. مختار الحارة؟ ايه، لأنه القانون بيقول يحق لمختار الحي أن يوقف مبدئياً هدم أي مسكن يقع في حدود مختارته لمدة 24 ساعة ريثما تتم معالجة الأمر. بقى روح دبر راسك. أيوه. قبل ما يوقع الفاس بالراس. كتر الله خيرك، السلام عليكم. مع السلامة. شكرا يا أخي، الله يعافيك. سهلة. حضرتك المختار؟ لا، شو المختار، انا ابن البكر، شو بقدر بخدمك؟ البلدية بدها تهد لي البيت اليوم، وقال المختار بيطلع بايده يأجل الهدم 24 ساعة. مزبوط، بس هذا ابي مو انا. وينه ابوك؟ عزموه للاشتراك بمؤتمر المخاتير المقام بقبرص، تحت شعار مؤتمر المخاتير للحداثة والتطوير. طيب ما بتقدر تعطيني كتاب حتى؟ والله ما بقدر، يعني بدك تعذرني، لأنه شغلة خراب البيوت من اختصاص ابي مو من اختصاصي. مرحبا حسين. أهلا. بدي سجل الولد دخيل عينه. 300 ليرة حبيبي. ايه على عيني.
أبو محمود شو عم تعمل هون أنت؟ بدي آخذ ورقة من المختار حتى يوقفوا لي هدم البيت. يوقفوا لك هدم البيت؟ إيه طعمك حجة والناس راجعة بيتك صار على الأرض. شو الحكي؟ إيه لك؟ مرحبا معلم. وسهلا. بيت سايبها وين بالله؟ باخر الحارة على ايدك يسار. هاي الحارة؟ أيوة. شكرا. حرام. وينو محمود؟ ليك وجاية. مرحبا يا بي. تفضل يا مو. مالي نفسي أكل شيء. بدا مدي إيديك. وأنا كمان مالي قدران أحط لقمة. ما بصير هيك يا جماعة، ما أكلتوا شي من الصبح. مرحبا. أهلين. أهلين. مين محمود شاكر سايبها؟ أنا. لك يا رجل وينك أنت؟ وينك دوختني عليك؟ سلام عليكم. شو عم تعزلوا؟ خير اخي، شو بدك من ابني؟ ما بدي شيء، بس عندهم مذكرة تبليغ. تبليغ شو؟ إذا أنتم نسيانين، نحن ما بننسى بنوب. لك هلا خلصني يا أخي، تبليغ شو؟ عندهم مذكرة تبليغ مشان خدمة العلم. شرف أخي. تفضل. تفضل مد إيدك، خلصني. سندويشة إلى صاحب. كمان مو معقول نرفض دعوة أبو سمهر. الزلمة وضعه ما كان بالبلد وبجوز يلزمنا على غفلة. شو يعني؟ وإذا عمل قصر جديد ضروري يعمل له حفلة مطنطنة يعني؟ لك ستي لا تدققي، الزلمة حابب يفرح بحاله. شفت مرته أم سمهر شو شايفة حالها ومأنزعة وكأنها مالكة القلعة؟ قال شو؟ تعوا لورجيكم الصالون، هذا كله قطعة وحدة، هذا كله رخام من إيطاليا. ولا تعوا شوفوا هالعفش ما احلاه، هذا انا سافرت بنفسي على اسبانيا وجبته من هنيك. ولا شوفوا هالتريات يلي ما في حدا بالبلد عنده منها. وتعوا شوفوا الحمامات والتواليتات، وتعوا على اوض النوم. يخرب
ببيتها ما لم صدقة حالة بنوب. لا وشو بتقلي من روس مناخيرها وهي عم تودعني؟ شو أم طارق؟ لساتكن ساكنين بالفيلا القديمة المهريرة؟ نحن الفيلا تبعنا شحدناها لابن حماي، بس كل الحق عليك أنت. ها الحق علي أنا؟ ليش بقى يا أم طارق؟ لأنه أنت غصبتني عن روحه وأنا ما كنت بدي روح. ولا يهمك يا أم طارق، وحياتك رح عمر لك فيلا ما حدا عمر مثلها منوب، وصدقيني رح تكون فريدة زمانها. روح عنا يا، سمعنا من هالحكي كتير. مزبوط، بس هالمرة رح أزبط لك الفيلم تمام. شلون بقى؟ أنت ما بتتذكر الشركة الأجنبية يلي منعوها تفتح معمل مبيدات عنا؟ بلا تذكرتها، شو بها؟ أنا عم حاول دبر لها ترخيص، ويبدو لي إنه جماعتي رح يوافقوا لي ومو نسياني تعبي منوب. والله تعي لأحكي لك، تعي أروى، تعي. شو رأيك بقعد هالأرض يا أم طارق؟ والله ما بعرف حبيبي، أنت شو رأيك؟ والله أنا شايفها نشطة وشرحة وعالية وهواها نظيف، ولا تنسي إنه أكبر المسؤولين بهالبلد والتجار الأغنياء ساكنين حواليكي هون. وكم دنم تطلع هاي الأرض؟ يعني بدك تقولي شي 5 دنومات، منعمر دنومين ومنخلي الباقي لجنينة والمسبح، شو رأيك؟ ما في مانع، بس يعني باختصار أنا بدي مسبحين، واحد صيفي وواحد شتوي، يعني بدي فيلا ما حدا معمر مثلها بالبلد ابدا ابدا. ولو يا ام طارق خايفه علي، قسما بالله رح خليها تصير حديث البلد كلياتها، ويجوا يتفرجوا عليها مثل برج ايفيل، بس انت طولي بالك علي شوي. الو الو يا غالب، الله يرضى عليك اتصل لي بالمؤسسات الهندسيه كلياتها. ايه بدي اسم احسن مهندس بالبلد. ايه الله يرضى عليك لا تأخر، بس مو تنام على القصة، بدي اسمه يكون على مكتبي بكرة، فهمان؟ لا تتأخر، الله معك، مع السلامة. ادخل. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات سلاف، شلونك اليوم؟ الحمد لله بخير استاذ، الله يطولنا بعمرك. بتحب توقع البريد استاذ؟ ما في مانع، هاتي لشوف. استاذ ايوه. شو ها؟ هذا طلب اجازه لابو موفق لمده اسبوع، لانه بده يعمر بستان وغرفتين يجوز فيها ابنه. مع عدم الموافقة ما بدنا نفتح علينا هالبواب هلأ. وهات شو؟ وهذا استاذ طلب قرض لأبو فارس ب15,000 ليرة، لأنه بده يجهز فيهم بنته كمان. مع عدم الموافقة، لأنه ما حدا عم يلتزم بالسداد. وهات شو؟ هذا طلب إجازة أمومة لأمسامر عاملة السنترال. مع عدم الموافقة. بكير عليها، شو صاير لها؟ لساتها بالشهر الثالث، في شي غيره؟ لا سلامتك استاذ. الله يرضى عليكي، وصيلي على فنجان قهوة. بتحب استاذ جيب لك معه صحن بيتي فور؟ لسان القطة، ما في مانع. أمرك استاذ. يا سلاف. نعم استاذ. لا تترقصي بمشيتك إذا بتريدي، نحن بالمكتب مو بالشقة. أمرك استاذ. أهلين غالب، شو صار معك بأسماء المهندسين؟ تفضلوا جاهزين. أوف شو ها؟ ولك يا بني آدم، أنا قلت لك بدي اسم أحسن مهندس، بقى وين جايب لي 20 اسم أنت؟ على هوا ما فهمت إنه هدول هني أحسن مهندسين بالبلد، وهن اللي عم يصمموا وينفذوا كل فيلاك مسؤولين. ولك أنت ما بتفهم؟ عم قل لك أنا بدي اسم أحسن مهندس وبس. طيب سيدي عفوا، هذا هو احسن مهندس بالبلد، مهندس ماهر شرف الدين. بعت لي اياه فورا. فورا فورا سيدي. ولك يا غالب يا زفت، وينو هذا المهندس ماهر؟
لك شو مشغول؟ شغلة واحدة تسهل أمره. أنت قلت له أبو طارق بده إياك؟ إيه وشو قال لك؟ عظيم، أصبح بكرة بتجيبه موجودا لعندي. إيه ماشي الحال. الله معك، مع السلامة. احترامي سيدي. أهلين غالي. سيدي وصل المهندس ماهر شرف الدين. خليه يدخل على الصالون يستنى. حاضر سيدي. شو يا أستاذ ماهر؟ بالظاهر مالنا قد المقام حتى عم تدلل علينا؟ لا ولو يا سيدي، هو العين ما بتعلى الحاجة. لك أنا حاجب هاد؟ بعتت وراك أكثر من 20 مرة وأنت ضاربة طناش، بقى شو القصة؟ صدقني يا سيدي إني مشهور كتير، عندي مخطط فيلا بالجبل لأبو العلا، وديكور جديد لشقة أبو الندب المالكي، وفوق هالشي مطلوب مني تقديم دراسة لمجمع تجاري من 10 طوابق لأبو سومر على الأوتوستراد، وتنفيذ شالي على البحر. بس هلا بس، ما في داعي لكل هالسرسرة. فورا بترمي لي كل شيء ورا ظهرك وبتتفضلي الي وبس. منيح هيك؟ سيدي مثل ما بتأمروا، بس شو بدي اقول للعالم؟ قل له عندي شغل ضروري لابو طارق، واذا حدا زعجك بكلمه وحده قل لي. على كل حال بكره الساعه 5 بدك تطلع معنا حتى تشوف الارض يلي راح عمر عليها الفيلا. منيح هيك؟ عجبتك الأرض؟ بصراحة الأرض عجبتني كتير كتير وشفتها مرتاحة كمان. عجبتك ما هي؟ أنت شفت لي هالمناظر ما أحلاها؟ قالوا شو كانوا بدهم يعملوها حديقة عامة. وينك أستاذ؟ أنت مهمتك هلأ تعملنا فيلا ما صار مثلها بالبلد بنوب بنوب، يعني فريدة زمانها. اسمع يا سيد ماهر، ليش واقف؟ تفضل تفضل استريح. يا سيد ماهر، أول كل شيء بدي المدخل يكون عريض كتير، يعني إذا انفتح الباب يدخلوا كل سيارتين سوا مشان ما يصير عجقة وقت نعمل حفلة. وبدي هيك فوق حجر أبيض، قوس حجر أبيض مثل هذا اللي شفناه بتدمر أبو طارق، شو اسمه؟ أرك دو تريانف، قوس النصر إذا فرنسيتك ضعيفة. وبدي الحديد ستانلس ستيل مطعم بنحاس وبرونز. ولا تنسى تصمم لي على الباب بشكل أنيق طبعا، غرفة للحراس، ولا لك اعملهم غرفتين بيكون أفضل، لأنه بركي يسلموني منصب أعلى لأن فيه هيك ريحة. وبدي الأرض الخام تلياني ملون أخضر وأزرق، والعواميد بازلت منحوت، والسقفية بلور ملون. أنا بدي مساحة الصالون 200 متر 200 متر هيك بدي، ويسع 300 زلمة على القليلة. وبدي غرفتين صفرة ومطبخين كبار لأنه أبو طارق ضيوفه كتار. وبدي يا سيدي ما أنت 4 حمامات، واحد إلي واحد إلنا وواحد للولاد وواحد للضيوف. وبدي منك 7 غرف نوم، وكلهم يكونوا مطلين على الحديقة. وبتعمل لي بالطابق الأرضي مضافة فيها محل المنائل، وخرج نعمل فيها عزايم ومناسف على الأرض يعني. وبدي غرفة لشرب الشاي والقهوة والأراجيل والمتة. اي طبعا. وتكون بتطل على الجنينة من كل الجهات. وبدي 3 مناسف، واحد للفريكة وواحد للكبسة وواحد 3 مسابح، واحد صيفي واحد شتوي وواحد ميتو فاترة. أنا لحد هلأ ما عم بقدر بفهم ليش أنت شركتنا مكدس بالمستودعات وما عم ينباع. ممكن أفهم ليش؟ سيدي لأنه الموديلات اللي عم نطالعها قديمة، بعدين القطاع الخاص عم ينافسنا. لك شو هالعلاك الفاضي؟ هلأ كل شغلة بدنا نلزقها بظهر القطاع الخاص؟ قلولي السبب المباشر والحقيقي بيكون أفضل. سيدي بصراحة الآلاف صارت قديمة كتير. أوف، وشلون قديمة بقى؟ أنا لما استلمت إدارة هالمعمل كان عمره 5 سنين بس.
صحيح مولانا، وحضرتكم صلكم مستلمين المعمل 19 سنة. أوف، 19 سنة؟ فظاعة شلون الوقت بيمرق والعمر بيمضى. معقول أنا صار لي 19 سنة بهالمنصب؟ صدقوني مالي حاسس. سيدي إن شاء الله العمر كله يا رب. المهم منرجع لموضوع كساد بضاعتنا، أنتوا ليش ما بتعملوا عمرة للآلات وصيانة عامة؟ سيدي نحن أحب على قلبنا، بس بدنا قطع تبديل. مزبوط معك حق، بس القطع بدها قطع نادر، والقطع النادر نادر. ادخل. عفوا استاذ، وصل المهندس ماهر ومعه الكتالوجات. خليه يدخل. حاضر استاذ. وهلأ يا جماعة بدي منكم تقرير بأسباب كساد إنتاجنا، وكل واحد منكم لازم يقدم لي دراسة لهالموضوع، واجتماعنا بإذن الله بعشرين الشهر الجاي حتى نصادق على طرق المعالجة. حاضر. يعطيكم العافية. مرحبا. أهلين مهندس ماهر، قلي لشوف شو صار معاك؟ جبت لك الكتالوجات سيدي، اتفضل نقي منها الفيلا اللي بتعجبك لحتى اسوي لك اياها. ومنين جبت هالكتالوجات؟ هي موجوده عندي، هي كتالوجات لاشهر الفيلات العالميه بالشرق الاوسط. لا حول ولا قوه الا بالله. ولك يا بني ادم بيصير انت ما عم تفهم علي. انا بدي فيلا ما لها شبيه، فيلا تكون فريده زمانها والعالم يضربوا فيها المثل. مثلا بدي سور مثل اسوار القلعه، له حصون وله ابراج، والجناين بدي اياها مثل حدائق بابل، والمنظر العام الخارجي للفيلا بدي اياه على شكل الهرم. لا مو هرم، دي موديل هرم صار، على شكل الارجيله. ارجيله؟ اي نعم. يعني المهم بدي شيء فريد عجيب متميز ما خطر على بال حدا منوب. بقى فكر منيح وشغلي مخك شوي. شغله يا اخي. أنا بقترح الشكل الخارجي للفيلا يكون على شكل الكرسي، موافق؟ يعني ما حدا عنده مثل التصميم؟ لا 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 أبداً. عظيم كتير، شو رأيك مطاري؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله. طيب، هاي شو؟ حيطان الغرف رح عملكم ياهم دائرية وبدون عضايد، بينما السقف رح يكون على شكل إبابتكية، منين؟ أيوة. طيب، بالنسبة للتبريد والتدفئة رح أعملهم على الطاقة الشمسية. ورح أعمل البواب تنفتح وتتسكر لحالها على صوت حضرتك أو على صوت مطارق. بيصير هالشي؟ طبعاً بيصير. ويا ترى في حدا عنده مثل هالبواب؟ أبداً سيدي. سمعاني مطارق، ما حدا عنده مثلها. ومن جهة تانية رح تجيكم المي مخلوطة بريحة الزهر. يعني ما حدا سبقنا لهالشغلة؟ أبداً مدام، أنا صممتها مخصوص لكم، ورح أساوي لك فوق غرفة بلور ببلور ما بتسمع فيها إلا صوت العصافير، مشان تقعد فيها تريح اعصابك وتسترخي وتعرف تفكر على ميت مهلك. يا سلام، برافو عليك يا ماهر. سمعاني ام طارق قال مشان فكر لحالي، بس انا خايف. ولا يهمك ولا يهمك معلمنا، هيك غرفه ما حدا عنده منها منوب. وراح اعمل لك جزيره بنص المسبح وراح ازرعها نباتات استوائيه. مرحبا. اهلا وسهلا سيدنا يا اهل، شرفتوا. يعطيك العافيه. تفضل اهلا وسهلا. شو اخبار الفيلا تحت انظارك يا ماهر؟ لا تمام، الشغل منيح الحمد لله. ناقصك شي مواد؟ ابدا لا لا لا، قل لي اذا ناقصك مواد انا مستعد اطمرك تمر بكل شي ناقص. الله يطولنا عمرك. الحقيقه يا ماهر انا جاي مشان ضيف تعديلات بسيطه على المخطط. تكرم عينك، ولو انه انا الصالون تبع الضيوف عدلته وسويته مثل مضافي. عظيم، يعطيك العافيه. بهالمناسبة بدي اياك تساوي لي إلي برج حمام على آخر طابق، لأني أنا وصغير كنت حب كتير صيد الحمام، وكان جدي الله يرحمه كل ما يجي ضيف يقول لي يا عزيز طلع على البرج وهات لك جوز حمام حتى نسلقه لضيفنا. وكمان بدي منك تبني لي بالجنينة إن للجاج، مو مشاني مشان أم طارق، لأنه أم طارق من لما كانت صغيرة كانت تطعمي الجاجات بإيدها بالضيعة. عفوا بس على هالصورة صار بده. لا 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 تغلط بالحكي، ما في أروع وأغلى من أيام الطفولة، ولازم يكون عنا بالفيلا أشياء كتير تذكرنا فيها. أمرك أبطال.
ماشي الحال، بس المهم تعجل قد ما فيك. ماشي الحال. عفوا عفوا عمي، تشرب قهوة؟ لا والله يا أم فايز، لسه ما خلصت الفيلا. إيه مزبوط طولنا، بس اللي بده يعمر شيء لازم يعمره على أصول مشان يفتخر فيه. يا ستي باقي لنا المسابح والمطابخ والمنافذ، سيراميك والبورسلان. صدقيني يا أم فايز لحد هلا ما اعتمدنا. الله وكيلك عم ببرم على كل هالفيلات والقصور اللي عم تتعمر بالبلد وما في شيء عم يعجبني، كله مشرشح وما في ذوق. لا تقلي لا شيء. والله لسه ما بعرف يا أم فايز، ما عم لاقي بالسوق حنفيات تعجبني، ما في شيء مرتب، ولهالسبب بيجو سافر أنا وأبو طارق ونجيبهم من برا. لسه ما قررنا وين بدنا نسافر. أهلين يا أهلين أم فايز، خلينا على اتصال. الله معك. يخرب بيتها مثل المحقق، بدها تعرف البيضة مين بيضة. يخرب بيتها شو كتير تغلبي. المهم يا أم طارق لا تحكي شي لحدا، الله يرضى عليك، هيك لحتى نخلص. وقتها منعزم الناس حتى يشوفوا بعينهم أبو طارق كيف وقت اللي بده يعمر بيعمر. ايه أكيد رح تطلع عيونهم بالطول وبالعرض. ولك وآخرتها بقى، شو قصة هالكساد؟ قلوا لي شو الحل برأيكم؟ والله يا سيدي أنا بقترح إنه يوقف إنتاج المعمل شي 6 شهور على القليلة. يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالحل المشبوه. بدك توقف المعمل 6 شهور؟ سيدي أنا قصدي إنه يعني بدك تطالعني كذاب قدام مجلس الوزراء وقدام الصحافة؟ بقى لا قولي حل تاني بسرعة. ولك أنا باعت خطط الإنتاج لمجلس الوزراء وواعدهم بالنسب السريعة المرتفعة، مو واعدهم بتوقيف الإنتاج؟ أصبح يا سيدي ما في إلنا غير نجدد الآلات القديمة. أوه علينا، صرت سمعان هالحكي منكم 100 مرة. ولك ما عندكم غير هالحل؟ ما عندكم؟ العمى من قلن تور بيقولوا حلبوا. تحديث الآلات بده قطع نادر، عم تفهموا هالشي؟ ادخل. شو سيدي هذا اخر موديل لكراسي التواليت، بعت لك يا ابو حسام وكيل الصحيه وقال لي انه اليوم وصلوا بالطياره. يا شباب نحن رح ناجل اجتماعنا للاسبوع القادم، بس بدي كل واحد منكم يلاقي لي حل جذري. لا تنسوها. امرك استاذ. لا لانه بتروحوا وبتنسوا. حاضر استاذ. امرك. الله معكم. ولك يا بني آدم كم مرة قلت لك لا تجيب شي بيتعلق بالفيلا لهون؟ يخرب بيتك بيدي. سيدي والله مو ذنبي، هو حكى معي وقال لي خود هالبيدي لمعلمك. بصراحة ما عجبني يا أخي، الفتحة كأنه ضيقة وخطرة، يعني الواحد بده يضل مقرقز عليها. بعدين شو اللون يا أخي؟ أبيض بلدي كتير. نزلوا نزلوا على الأرض لشوف لحتى يجربه. ونزلوا شب هاشم المالح هو وولاده. أبو طارق أعزوم الوزير عبد الفتاح العساف هو ومرته، وعبد الحكيم الإنعام هو ومرته، وفياض موسى فياض هو وحرمه. ولا أقول لك لا إيش هذا؟ بلا ما تعزمه. لا 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 تغلطي، شلون ما عزمه؟ هذا زلمة مغترب وراجع على البلد ومعه أموال ما بتاكل النيران، وعم اتصل فيه باستمرار مشان نعمل مشاريع مشتركة سوا. وبدي تعزم لي أم سمهر وأبو سمهر، والله لخلي عيونها تبز وهي عم تتفرج على الفيلا، ولخليها تدوخ دوخان وما تعرف ليش دايخة. ألو. أيوة أهلا أستاذ أنس. لحظة. ألو أهلين أستاذ أنس، شلون؟ ما تدبر معك 10 خدام لونهم اسود؟ لك انت لك يا اخي اصبغ لك كم واحد؟ ايه طبعا بدي منك تخلق لي اجواء الف ليله وليله. ايه معلوم. وينك؟ ولا تنسى كمان تكتب بالسماء وبالليزر فيلا نقطتين فوق بعضهم فريده زمانها، وتحت فريده زمانها افتح قوس واكتب ابو طارق وام طارق وسكر القوس. عظيم. بدي كل شيء يوم الخميس يكون جاهز. ايه الله معك وعلى السلامه.
هل ما تدبر معه عشان خداب لونه أسود هلا كيف أنت؟ مين بدك تعزمي كمان؟ يا سيدي اكتوب عندك زهير قنوع مرته وولاده. يا سيدي أنا مرات بالصدفة على الأرض وشفت التصميم، قسما بالله العظيم فرحت لك من نص قلبي. شكرا يا أبو سمهر، تشكر حبيبي. إيه يا أبو طارق، يعني بعد إذنك ممكن تعطيني اسم المهندس اللي عمل لك هالتصميم الحلو؟ العنوان؟ صدقني يمكن نسيته بالبيت، لأنه هو نقل من بيته وغير عنوانه القديم. على كل حال أنا فهمت منه أنه مسافر 4 شهور الصيف. يا سيدي مو مشكلة، أنت بس أعطيني إياه وأنا بنتظر إن شاء الله 5 أشهر كمان. ليش لا، على عيني وراسي أبو سمهر، ببقى بأمن لك يا أوكي. يا أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا، ألف مبروك مرة تانية. يخليك ربي. أهلا وسهلا مرحبا، مع السلامة. العمى على أكل الهوى. قال بده عنوان المهندس ماهر. ألو أهلا دكتور نصر. أهلا وسهلا مرحبا. نعم بدك عنوان المهندس ماهر؟ صدقني يا دكتور مالي حامله. أي والله، أي تكرم عينك، بهاليومين بيوصلك. أي على عيني وراسي، الله يبارك فيك، مع السلامة. العمى، شو هالناس هي؟ لسه ما خلصنا الفيلا، والشاطر اللي بده ياخذ العنوان ويعمر مثله. حبيبي أبو طارق، اوعى تعطي عنوان المهندس ماهر لحدا، هي عم فهمك من هلأ. ها بس يا أم طارق، أنا مهما حاولت خبيه رح ينعرف بالنهاية. طيب والعمل؟ والله ما بعرف. هي كل مخططات الفيلا، المدنية والمعمارية والكهربائية والفنية، وحطيت لك الصور جواتهم ليكون عندك نسخ تاني منها يا أستاذ ماهر. الله وكيلك سيدي، ما ضل عندي أي ورقة العلاقة بهالفيلا. عظيم جدا. أصبح وقع هون. مسيك. على شو بدي وقع سيدي؟ هذا تعهد بأنك ما تعمر مثل هالفيلا بحياتك منوب، وإذا بتعمر مثلها أو ما شابهها رح تتغرم بمبلغ مالي كبير وعقوبات جزائية. صدقني ما رح أساوي مثل لحدا، هذا وعد مني. أصبح وقع، ليش خايف؟ حاضر. بتريد شي غير؟ أبدا، سلامتك، الله معك. يا غالب، من هلأ ورايح بتراقب لي كل تحركاته ليل مع نهار، مع مين عم يمشي، مع مين عم يسهر، لوين فات، لوين طلع، مين عم يزوره بالبيت، بالمكتب، لمين عم يعمل مخططات. يعني باختصار بتراقب لي الشاردة والواردة، مفهوم؟ مفهوم، ولا يهمك سيدي. انتم متأكدين من هالكلام يا غالب؟ سيدي لقطنا مخابرة للمهندس ماهر مع واحد اسمه أبو سمهر. شو عم بيقول له؟ قال بس يخلص من فيلتكم رح يعمل له فيلا أحلى من فيلتكم اللي مشرشحة. هذا على قوله سيدي، وبده يعمل فيلا تانية مثل فيلتكم لواحد اسمه أبو نواف. ومنو هذا أبو نواف كمان؟ هذا واحد تاجر ممنوعات، وهلأ عم يبيض أمواله وفاتح مكتب استيراد وتصدير. يا حبيبي، هلأ المهربين صاروا بدون يقلدونا؟ نجوم السماء أقرب لهم. بسيطة يا أستاذ ماهر، بسيطة. تفضل يا أستاذ ماهر. شكرا سيدي عفيني، أنا ما بدخل، الله يخليك. كيف الشغل معك بالفيلا؟ تمام، الشغل عظيم، إن شاء الله الخميس بتستلموا كل شيء. شوف يا ماهر، أنا الحقيقة بعزك كتير وبحب مصلحتك. الله يطولنا عمرك يا سيدي، شكرا جزيلا. ولا السبب دبرت لك عقد عمل برات البلد بمبلغ مخري جدا وبمركز ممتاز جدا. تفضل هاي العقد، وقع عليه وبعدين تطلع عليه على مهلك. شكرا سيدي، شكرا، شكرا جزيلا. بس أنا ما بحب السفر، وهون بالبلد الحمد لله عايش ملك. ما بعرف، بس والله سفر حلو، يعني أنا رح أبعتك. معلش سيدي أنا بعتذر، وشكرا لمبادرتك، أنا ما بحب السفر. طيب بسيطة بسيطة، أنا بقدر موقفك تماما. تأمروا شي تاني سيدي؟ لا أبدا، سلامتك.
قال ما بيحب السفر قال. مرحبا. شو هاد؟ خير شو في؟ تفضل معنا زكريا. وين بدي اتفضل معكم؟ عندك 6 تهم رح حلك اياهم، بس انا بنصحك ما تحكي اي كلمه لحتى يكون في محامي، لانه اي كلمه بتحكيها ممكن تستعمل ضدك. وشو هي هالست تهم بالله؟ اولا تهرب من الضرائب، ثانيا مخالفه بالمواصفات باخر تعهد اخذته، ثالثا سرقه حديد وخشب وشمينته وانت عم تعمر فيلا فريدة زمان، رابعا العمال اللي اشتغلوا معك ما كنت بسجلهم بالتأمينات الاجتماعية، خامسا شهادة الاختصاص اللي عم تمارس على أساس المهنة مزورة وغير معترف فيها، وسادسا وأخيرا لقينا بسيارتك حشيش وهروين. بقى تفضل معنا وبهدوء لو سمحت.